السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في الحلقة الثالثة مسلسل غامض الشيق في يوم وليلة. يلا بينا. وبعد ما الحلقة اللي فاتت انتهت عن هو اتسجن ولبس قضية القتل عشان لقوها البنت ميتة في مكتبه، وأهلها طبعا كانوا بيدوروا عليها وراح الاسم وقبض عليه بعد ما حكى لمراته وما صدقتوش خالص، تبتدي أحداث جديدة إن باباها هيكون تعبان جدا وهيكون عايز عملية جديدة، وطبعا ابنه هيسمع كلام تيسير مراته برضه مش هيديله الفلوس، كان بابا يتعرض لخطر كبير وتقول له باباك كده كده هيموت هسيبه لنصيبه ويقابل ربه وخلاص، وطبعا بسبب شخصيته الضعيفة ممكن يسيبه عشان اخوه طبعا مش هيقدر يدفع حاجة عشان هو دلوقتي في ظروف صعبة ولابس قضية قتل ومحبوس، ومراته راحت له على هناك وقال لصاحبه لو سمحت ما تخليهاش تيجي هنا تاني وطمني على ابويا وخبي الخبر عن ابويا واخويا عشان اخويا لو قال لابويا حياته هتنتهي، ما يعرفش ان ابوه كده كده حياته بتنتهي. برضو عشان يزودوا عليه القضية اكتر واكتر كانوا مصورينه معاها ولفقوا له صور معاها ليها، ركبوا صوره على صوره البنت اللي اتقتلت في المكتب. فهل البنت دي يعرفها كان على علاقة بيها؟ اكيد لا، دي حاجات مدبرها العصابة وشكلها عصابة كبيرة جدا عشان توقعه في الموضوع، عشان لما راح قدامه كيل النيابة الموضوع زاد عليه، فاللي هيأكد لهم اكتر واكتر ان هو بيقول له في حاجة تانية هنوريها لك، اكيد عاملين فيديو او عاملين حاجة هو فيه معاها او كانت معديه من جنبه او حاجة هيثبتوها عليه جدا 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 بعلاقته بيها. ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية برضو واللي هنتوقعه في المشهد الجاي. وهيروحوا ناس لابو ام البنت اللي هي اتقتلت وهيقولوا لهم الشرطة طبعا ان بنتكم ماتت، وطبعا هيتقبلوا الخبر بصدمة كبيرة جدا مش هيصدقوا نفسهم، هيروحوا على الاسم عشان يشوفوا بقات وايه اللي حصل، وهيطلع خالد ويقول انا مالي الزنب هي دخلت واتقتلت عندي، والظبط النيابة طبعا مش هيصدق عشان هو يتعرض عن النيابة يقول له ازاي انت بصمتك على المسدس والقضية لبساك، فبالتالي هيتحقق كلام سوسن بدر ان اليوم كان اوله فلس ان هو خسر كل فلوسه واخر موت اللي هو القضية اخر دم وموت اللي هو القضية اللي لبسها البنت اللي اتقتلت عنده، ومراته طبعا مش مصدقه، صاحبه مش مصدق، ومراته هتبقى منهاره جدا، طبعا مش معاها فلوس بس صاحبه هيقف جنبها وقفه جامده وهيبقى جدع جدا معاها عشان باين عليه ان هو صاحب جدع وبيقف في وقت الازمات. كده هيكون اتعرض خالد ظلم كبير بسبب ظروف حصلت له هو مش عارف حصلت له ازاي ولا حصلت له ليه، وهنعرف بقيه الاحداث في الحلقات الجايه. ما تنسوش تتابعونا، مع السلامه.